الطريقة الثالثة والأخيرة بقى في حل اللينير هاير أوردر ديفرنشال إيكويشن ويز كونستنت كوفيشنت بتسميها الفاريشن أوف بارامترز. الفاريشن أوف بارامترز بيبدأ يحل المسألة بتاعتك على حسب إذا كانت الإف أوف إكس ديت أي قيمة من الدوال، أي حاجة، أي دالة. يعني دي طريقة جنرال لأي دالة، ساين بقى، كوزاين، إي، إكسبوننشال، مش محدد لها دوال محددة. طبعا زي ما احنا متفقين إن احنا بنجيب فاي أوف دي بتساوي الإف أوف إكس. طريقة الحل انا ببدأ الاول اجيب الهوموجينيوس سوليوشن، بعد كده اجيب البارتيكولر سوليوشن. الهوموجينيوس سوليوشن احط الاف اوف اكس تساوي صفر، اشيل الدشات احط دهات، اشيل الدهات احط لندات، اطلع الحل على حسب الجذور. هطلع الواي هوموجينيوس سوليوشن زي ما احنا اتفقنا بنسمي سي واحد في دالة زائد سي اتنين في دالة زائد سي تلاتة في دالة. فاذا الحل بتاعي بيكون ثابت في دالة زائد ثابت في دالة زائد ثابت في دالة زي ما احنا متعودين من الهوموجينيوس سوليوشن. قال لك هفرض الثوابت بتاعتي ديت، هفرضها بيوهات علشان اجيب البارتيكولر سوليوشن. يبقى كل ثابت قدام الداله بتاعتي هفرضه بيو، يبقى يو واحد في الواي واحد، يو اتنين في الواي اتنين، ويو تلاته في الواي تلاته. ده هو البارتيكولر سوليوشن. يبقى باقي لي اجيب مين عشان اجيب البارتيكولر سوليوشن؟ اليو. يبقى اليو واحد، لو انا قدرت اجيب اليو واحد واليو اتنين واليو تلاته الدوال بتاعتي ديت، يبقى انا قدرت احصل على البارتيكولر سوليوشن. لكن يبقى اذا الواي واحد، اليو واحد طلع له قانون، هو دبليو واحد على دبليو، وهنقول دبليو واحد دبليو دول هم مين دلوقتي، واليو 2 هي دبليو 2 على دبليو، و3 دبليو 3 على دبليو، واليو 4 هو دبليو 4 على دبليو، وهكذا. طب مين هو الدبليو؟ قال لك ده رينوسكي، المحدد بتاع رينوسكي. رينوسكي المحدد، المحدد ده بتكونه ازاي؟ انت عندك الواي 1 والواي 2 والواي 3 من الهوموجينيوس سوليوشن، هتيجي تحطهم في الصف الاولاني، بعد كده الصف اللي بعد كده هتفاضلهم مره مرتين ثلاثه لحد ما توصل لان ناقص واحد، حيث ان ده عدد مين؟ عدد السوليوشنز اللي عندك. يعني انا لو عندي 3 يبقى الصف الاولاني هيبقى واي 1 واي 2 واي 3، بعد كده افاضل المره الاولانيه والثانيه، يبقى كام؟ 3 في 3 عشان يديني 3 في 3. المفروض المحدد ده هو محدد ام في ام او ان في ان، لازم عدد الصفوف يساوي عدد الاعمده. فلو كان عندي 3 دوال هفاضل مرتين، عندي داله واحده، عندي دالتين، يبقى فاضل مره واحده، وهكذا. ده كده ال W. قال لك عشان تجيب ال W واحد هتشيل الصف الأولاني في ال W، هو هو ال W، ولكن هتشيل الصف العمود الأولاني ده وتحط كله صفار، وآخر قيمة تحطها f of x. ال f of x دي اللي هو مديها لك في المسألة، اللي هتبقى في الطرف right hand side في المسألة، تمام. هتشيل هتحط الأرقام اللي عندك كلها، تفضل تشيل كلها، بتحط الأرقام كلها بصفار الدوال اللي هنا، وتحط آخر قيمة f of x. طب في ال W 2 هتشيل الصف الثاني، كأنك بتعمل كرامر، هتشيل الصف الثاني كله، الصف العمود الثاني ده كله، وتحط مكانه صفار، وتحط اخر قيمه اف اوف اكس. طب دبليو 3 هتشيل الصف العمود الثالث كله، تحطه صفار، تحط اف اوف اكس. بعد كده تجيب دبليو 1، ده هتطلع داله في المتغيرات اللي عندك وليكن اكس، ودي هتطلع داله في اكس، ودي هتطلع داله في اكس. علشان تجيب اليو 1 واليو 2 واليو 3، يو 1 هي تكامل دبليو 1 على دبليو، اما يو 2 هي تكامل دبليو 2 على دبليو. يبقى تخلص التكامل ده، تلاقي تكامل انت تعرف تحله على طول، هتخلص التكامل ده تطلع قيمه الايه، اليو 1 واليو 2 واليو 3. تعالى بقى نشوف مسائل على الكلام ده عشان الكلام ده يوضح. يقول لك سولف يوزنج الفاريشن او بارامترز، لازم يحدد لك الايه الحل. لو ما حددلكش يبقى انت بتستخدم الدي اوبريتور او كانت احد الحلول، اما اذا كانت او لو كانت احد الفانكشنز اللي انت عارفها. لو ما كانتش احد الفانكشنز اللي انت عارفها اللي هي الاكسبوننشال، الساين، الكوزاين، وهكذا، تبدا تحل بيه الفاريشن اوف بارامترز، او الطريقه اللي هي قلنا عليها الاندترمايند كوفيشنت لو حددها لك. واي دبل داش زائد واي تساوي كوزك اكس كوتان اكس. يبقى كوزك اكس كوتان اكس دي انا ما اعرفش اتعامل معاها بالدي اوبريتور، لكن اعرف اتعامل معاها بالفاريشن اوف بارامتر. تعال نشوف ازاي. قلنا اول حاجه ان الواي جنرال سولوشن بيساوي هوموجينيوس سولوشن زائد البارتيكولر سولوشن. يبقى اول حاجه هيروح يجيبها يمين الهوموجينيوس سولوشن، يبقى واي دبل داش زائد الواي، اشيل الداشات تساوي صفر، اشيل كل دي واحط مكانها صفر، بعد كده اشيل الداشات احط ديهات، اشيل الديهات احط لندات، يبقى لندا تربيع زائد واحد تساوي صفر، يبقى لندا واحد واتنين موجب او سالب اي. يبقى اذا الحل بتاعي هو سي واحد كوزين زائد سي اتنين ساين. يبقى هي دي الواي واحد ودي الواي اتنين، الواي واحد وديت الواي اتنين في الحل بتاعي. يبقى اشيل السي عشان اجيب البارتيكل سوليوشن، اشيل السي واحد واحط مكانها يو واحد في كوزين ويو اتنين في ساين. عشان اجيب اليو واحد بقى لي اجيب اليو واحد واليو اتنين. عشان اجيب اليو واحد هي تكامل دبليو واحد على دبليو، واليو اتنين هي دبليو اتنين على دبليو. طب الاف اوف اكس هي كوسيك اكس وتان اكس. يبقى الحل بتاعي اروح اجيب الدبليو،
واي واحد واي اتنين، قلنا دول عددهم اتنين يبقى فاضل مرة واحدة، يبقى فاضل واي واحد داش واي اتنين داش. طب واي واحد بكام؟ واي واحد بكوزين كوزين اكس، وواي اتنين بساين اكس، يبقى التفاضل بتاع دي هي سالب ساين، والتفاضل بتاع دي هي كوزين. هتفك المحدد ده يديك كوزين تربيع زائد سين تربيع تديك واحد، كوزين تربيع زائد سين تربيع يديك واحد، تمام؟ لان انت بتقول ده في ده ناقص ده في ده، ناقص ده في ده يديك ايه؟ زائد سين تربيع وكوزين تربيع يديك واحد. يبقى اذا الدبليو بتاعتك طلب بواحد. طب دبليو واحد هتشيل العمود الاولاني ده تشيله وتحط مكانه الاول قيمه صفر، وبعد كده تاني اف اف اكس اف اوف اكس، اف اوف اكس اللي هي كوزيك اكس وكوتان اكس مضروبه، والصف العمود التاني ده ينزل زي ما هو ساين اكس كوزين اكس. هتفك المحدد ده، ده في ده بصفر ناقص ده في ده يديك سالب ساين اكس كوزيك اكس كوتان اكس، كل كوزيك واحد على ساين، الساين هتروح مع الساين تبقى لك ايه؟ سالب كوتان اكس. يبقى ده الدبليو واحد. طب دبليو اتنين قلنا ترجع للدبليو، ترجع للدبليو تشيل فيها العمود العمود التاني ده تشيله وتحط مكانه صفر واف اوف اكس، صفر واف اوف اكس، تضرب ده في ده ناقص ده في ده، يطلع عندك كوساين اكس كوزيك اكس كوتان اكس. الكوزيك واحد على ساين، الكوزاين الكوتان كوزاين على ساين، تبقى عندك هي كوزاين تربيع على ساين تربيع، يبقى الحل ده هو كوزاين تربيع على ساين تربيع. يبقى اليو واحد، اليو واحد هو ده تكامل دبليو واحد على دبليو، دبليو واحد على دبليو، دبليو كده 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 بواحد، يبقى كأني كان الدبليو دي مش شايفها، هي يبقى تكامل دبليو واحد، دبليو واحد بكوتان يبقى اللي هي كوزين على ساين، الساين تفاضلها لفوق بكوزين يبقى لين ساين، يبقى سالب لين ساين، يبقى لين كأنها واحد على السالب واحد هيطلع فوق الساين، يبقى كأنها لين واحد على ساين اللي هي لين ايه؟ سك، لين سك اكس. يبقى اذا اليو واحد هي بلين سك اكس. طب اليو اتنين، اليو اتنين تكامل دبليو اتنين على دبليو، دبليو ايه كده كده بواحد، يبقى كأنها تكامل دبليو اتنين، تكامل دبليو اتنين اللي هي كوزين تربيع على ساين تربيع، كوزين تربيع على ساين تربيع، يبقى اقدر اشيل الكوزين تربيع دي واحط مكانها واحد ناقص ساين تربيع، واحد ناقص ساين تربيع يبقى واحد على ساين تربيع اللي هي كوزيك تربيع، وساين تربيع على ساين تربيع تديك واحد، يبقى التكامل ده بإكس، التكامل دي بإكس، أما كوزيك تربيع بسالب كوتان، يبقى سالب كوتان إكس سالب إكس. دي اليو اتنين، تروح تحط اليو واحد قبل الكوزين واليو اتنين قبل الساين، اليو اتنين قبل الساين، تمام؟ يبقى ده الحل بتاعك اللي هو الواي بارتيكولر سوليوشن، اللي هو يو واحد في الكوزين يو 2 في الساين، يو 1 كوزين يو 2 في الساين، تعوض في الستار تشيل اليو 1 تحط قيمتها واليو 2 تحط قيمتها، تطلع الايه؟ البارتيكولر سوليوشن، تجمع البارتيكولر سوليوشن على الهوموجينيس سوليوشن اللي انت جبته، تجيب الايه؟ الجنرال سوليوشن. هنشوف المساله اللي بعدها. بيقول يوز الفاريشن اوف بارامترز عشان تحل المساله دي، سيك تربيع، سيك تربيع انا ما اعرفش اتعامل معاها بالتي اوبريتور ولا الاندترمنت كوفيشن، يبقى انا هلغيها كده احط مكانها صفر، اجيب الهوموجينيس سوليوشن. يبقى اذا الهوموجينيس سوليوشن شيل الدشات تحط ديهات، شيل الديهات تحط لندات، تطلع اللندا 1 و2 موجب او سالب اي اللي هو سي 1 كوزين زائد سي 2 ساين، شيل السي 1 حط يو 1 عشان تجيب البارتيكل سوليوشن، حط يو 1 وشيل السي 2 حط يو 2 في الكوزين والساين، باقي لي اجيب يو 1 ويو 2، يو 1 هو تكامل دبليو 1 على دبليو، يو 2 تكامل دبليو 2 على دبليو. طب الداله اللي عندي اسمها ايه؟ اسمها سيك تربيع. يبقى الداله بتاعتي اسمها سيك تربيع، راح اكون الدبليو، دبليو واي 1 واي 2 دول دول دالتين اتنين بس، يبقى فاضل مره واحده، يبقى واحد داش واي 2 داش. الواي 1 واي 2، واي 1 واي 2 عندي كوزين وساين، كوزين وساين، دي الواي 1 ودي الواي 2 اللي طلعت لي من الحل بتاعي بتاع الهوموجينيس سوليوشن. يبقى الكوزين اهيت والساين، افضل الكوزين تديك سالب ساين، افضل الساين تديك ايه؟ كوزين. ده في ده ناقص ده في ده يديني واحد، اديني كوزين تربيع زائد سين تربيع اديني واحد. طيب ده خلصنا منه، جبت الدبليو، دبليو واحد هو عباره عن اشيل الصفر العمود اشيل العمود الاولاني ده واحط مكانه صفر وسك تربيع اكس، صفر سك تربيع اكس، والعمود الثاني ينزل زي ما هو اللي هي ساين اكس وكوزين اكس، ده في ده ناقص ده في ده يديك السالب ساين سك تربيع، سالب ساين سك تربيع اللي هي سك تربيع الواحد على كوزين، يبقى ساين هنا سالب ساين على كوزين تربيع. طيب بعد كده دبليو 2، دبليو 2 اشيل العمود الثاني ده، العمود الثاني ده واحط مكانه صفر اف اوف اكس، يبقى صفر سك ايه تربيع، ده في ده ناقص ده في ده، وتكتب العمود الاولاني زي ما هو اللي هو كوزين سالب ساين، ده في ده ناقص ده في ده يديك كوزين في سك تربيع، سك تربيع واحد على كوزين تربيع يديك واحد على كوزين اللي هي بسك اكس. يبقى اروح اكمل، يبقى دبليو 1 على دبليو، دبليو كده كده بواحد، يبقى تكامل دبليو 1، تكامل دبليو 1 تربيع واحد اللي هي بسالب ساين على كوزين تربيع، سالب ساين على كوزين تربيع، يبقى الكوزين دي اقدر اطلعها فوق بسالب واحد، الكوزين تفاضلها بايه؟ بسالب ساين، يبقى جنبها اهوت، يبقى ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، لما تزود الاس واحد تقسم على الاس الجديد يديك ايه؟ سالب واحد على كوزين اكس،
سالب واحد على كوزين اكس اللي هي بكام؟ بسالب سيك اكس، يبقى اليو واحد بسالب ايه؟ سيك اكس. طبعا هتزود الاس واحد يبقى زائد واحد، يبقى كانها سالب واحد، سالب واحد تنزل في المقام، والاشارة دي تبقى ايه؟ تبقى بوزيتيف. لا الاشارة دي تبقى نيجاتيف، لان البوزيتيف دي هي تفاضل من الكوزين، يبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف سيك اكس. يبقى ده اليو واحد، يبقى اليو واحد بنيجاتيف سيك اكس. بعد كده اليو 2 هي عباره عن تكامل دبليو 2 على دبليو، دبليو كده كده بواحد، يبقى اذا دبليو 2 تساوي تكامل السيك، تكامل السيك بلين سيك زائد تان، لين سيك زائد تان. ارجع للتكاملات بتاعتك هتلاقيها كانت بتساوي لين سيك زائد تان، انك بتضرب في سيك زائد تان على سيك زائد تان. ده كان تكامل السيك اكس بلين سيك زائد تان، تطلع اليو 2 بلين سيك زائد تان. يبقى خلاص راح احط اليو 1 واليو 2 في مكانه، او اللي هو البروتوكول سوليوشن، يو 1 كوزاين يو 2 ساين. يبقى اليو واحد انا جبتها اللي هي بسالب سيك، يبقى سالب سيك في الكوساين، واليو 2 اللي هي لين سيك اكس زائد تان اكس في الايه؟ الساين. اجمع الواي بارتيكل سوليوشن على الواي هوموجينيس سوليوشن، اطلع الجنرال سوليوشن. بيقول لك يوز فاريشن اوف بارامترز تو سولف الواي دبل داش ناقص 6 واي داش ناقص زائد 9 واي بتساوي اي اس 3 اكس على اكس تربيع. برضه اي اس 3 اكس على اكس تربيع ديت ما اعرفش اشتغلها بالدي اوبريتور، فاستغلها بالفاريشن اوف بارامترز. يبقى اذا هو جنرال سوليوشن، هوموجينيوس سوليوشن زائد بارتيكل سوليوشن. حط الاف اوف اكس تساوي صفر عشان تجيب مين؟ الهوموجينيوس سوليوشن. يبقى شيل الداشات حط ديهات، شيل الديهات حط لندات، حل تطلع لندا 1 ولندا 2 تساوي 3. يبقى اذا ده مقرر، يبقى سي 1 يقيس 3 اكس، سي 2 اكس يقيس 3 اكس، ده الحل بتاعك. يبقى ديت واي 1 ودي واي 2. اشيل السيهات واحط مكانها يو 1 ويو 2، يبقى يو 1 يو 2، يو 1 في يقيس 3 اكس، وهي يو 2 في اكس يقيس 3 اكس. يبقى دي الواي 1 بتاعتي ودي الواي 2 اللي هجيب بيها رونسكي ديترمينيشن. يبقى اليو 1 هي عباره عن تكامل دبليو 1 على دبليو، واليو 2 هي تكامل دبليو 2 على دبليو. الاف اوف اكس هي اي اس 3 اكس على اكس تربيع. هات الدبليو، حط واي 1 واي 2 فاضلهم، واي 1 داش واي 2 داش، يبقى اي اس 3 اكس واكس اي اس 3 اكس اللي هي دي الواي 1 وديت الواي 2. فاضل دي اديك 3 اي اس 3 اكس، دي فاضلها الاول في التفاضل الثاني زي الثاني في التفاضل الاول، يبقى 3 اي اس 3 اكس اللي هو التفاضل الثاني ده ب 3، يبقى 3 اكس اي اس 3 اكس زائد الاول الثاني في التفاضل الاول اللي هو ب 1 يبقى اي اس 3 اكس. هنضرب ده في ده ناقص ده في ده، هتطلع عندك ده في ده اللي هو اي اس 3 اكس في 3 اكس اي اس 3 اكس زائد اي اس 3 اكس ده في ده، وناقص ده في ده ناقص 3 اكس اي اس 3 اكس واي اس 3 اكس ديك اي اس 6 اكس. يبقى ده هديك 3 اكس اي اس 6 اكس، وده هيديك 3 اي اس 6 اكس، 3 تروح مع السالب 3 اي اس 6 اكس. يبقى لك من كل ده ان الدبليو بكام؟ بي اس 6 اكس. يبقى الدبليو طلعت بعد التبسيط ده طلعت باي اس 6 اكس. طيب اجيب الدبليو 1 اشيل العمود الاولاني ده واحط مكانه 0 اف اوف اكس، 0 اف اوف اكس يبقى 0 اي اس 3 اكس على اكس تربيع، ويتنزل العمود الثاني ده زي ما هو اللي هو اكس على ويد 3 اكس اي اس 3 اكس زائد اي اس 3 اكس. يبقى ده في ده ناقص ده في ده، هيطلع القيمة دي بعد ما تبسط وتجمع هتلاقيها بسالب واحد على اكس اي اس 6 اكس. طيب ال W2 هتشيل العمود الثاني وتحط مكانه صفر اي اس 3 اكس على اكس تربيع، صفر اي اس 3 اكس على اكس تربيع، تضرب ده في ده ناقص ده في ده، يبقى ده في ده يديك واحد على اكس تربيع، ده في ده بصفر طبعا، واحد على اكس تربيع اي اس 6 اكس. يبقى ده الحل بتاع W2. روح تكمل بقى عشان تجيب ال U1، هو التكامل W1 على W، W1 اهو على ال W اللي هو ده، تلاقي ال U6X راحت مع U6X بقى لك سالب 1، سالب 1 على X، سالب 1 على X اللي هي سالب لين X، اللين السالب تطلع فوق ال X تديك ايه؟ لين 1 على X، دي مين؟ ال U1. طب ال U2 تكامل W2 على W، W2 اهو اللي هو 1 على X تربيع U6X على ده، ال U6X هتروح مع U6X بقى لك تكامل 1 على X تربيع، تكامل 1 على X تربيع، ال X بتطلع فوق، X تربيع تطلع فوق، سالب 1 تديك سالب 1 على الاكس، زود اس 1 تسمع نفس الكلام اديك سالب 1 على اكس. يبقى ده اليو 2، يبقى اليو 1 تضربه في الاي اس 3 اكس، واليو 2 تضربه في اكس اي اس 3 اكس، اليو 2 تضربه في اي اس اكس اي اس 3 اكس، اكس اي اس 3 اكس على الاكس تربيع على الاكس اللي هنا، دي هتروح مع الاكس اللي كانت هتضرب فيها، بقى لك اي اس 3 اكس. جبت البارتيكولر سوليوشن اجمعه على الهوموجينيوس سوليوشن اجيب الحل بتاعي اللي هو الجنرال سوليوشن. عايز تبسطه بسطه، عايز تسيبه زي ما هو سيبه زي ما هو. بيقول لي يوز الفاريشن وبارامتر برضه علشان تحل واي تريبل داش زائد واي داش تساوي سيك اكس. طبعا هنا واي تريبل داش يبقى انا هشيل السيك اكس كاني ما شفتهاش،
واشتغل عدد خلاص، اجيب الهوموجينيوس سوليوشن، اشيل الداشات احط دهات، اشيل الدهات احط لندات، احل تطلع موجب او سالب اي. يبقى اذا الحل بتاعي هو وفي صفر، يبقى سي اي زائد سي سي واحد اللي هو اي اس صفر اللي هي بواحد، زائد سي اتنين، سي اتنين كوزين اكس اللي هي كوزين العدد التخيلي اللي هنا الاي المفروض اي اس العدد الحقيقي، الاي اس العدد الحقيقي بواحد، يبقى زائد سي واحد سي اتنين كوزين اكس زائد سي تلاتة سين اكس. المهم ان انا طلعت الهوموجينيوس سوليوشن، هروح افرض البارتيكولر سوليوشن على صورة ان هو ده يو واحد زائد يو اتنين كوزين زائد يو تلاتة سين. يبقى انا عندي هنا كام دالة؟ تلات دوال. يبقى المحدد بتاعي هيبقى تلاتة في تلاتة، يبقى يو واحد هي عبارة عن دبليو واحد على دبليو، يو اتنين هي دبليو اتنين على دبليو، يو تلاتة هي دبليو تلاتة على دبليو، والاف اوف اكس عندي هي ست اكس. يبقى اذا احط الواي واحد والواي اتنين والواي تلاتة، واي واحد بواحد، الواي اتنين بكوزين اكس، الواي واحد بواحد اهي، والواي اتنين اللي هي كوزين اكس، والواي تلاتة اللي هي ساين اكس، واي تلاتة بساين اكس. فاضل واحد بصفر صفر، كده هفضل مرتين بقى، فاضل كوزين بسالب ساين، فاضل الساين بكوزين، وفي اشكال سالب يبقى سالب كوزين، فاضل الساين بكوزين، فاضل كوزين بسالب ساين. لما تيجي تفك المحدد ده طبعا هتفكه بالصف الاولاني ده، فيطلع لك ممكن تحط هنا موجب سالب موجب، فدول هيبقوا صفار، وتفك بالصف الاولاني اللي هو تشرب صف العمود ده في ده ناقص ده في ده، ده في ده ناقص ده في ده، ده فكره المحدد ده بالاعمده. ممكن تفكه بالصف وممكن تفكه بالعمود، موجب سالب موجب، وتشطب الصف والعمود، الصف اهو والعمود اهو، تضرب ده في ده ناقص ده في ده، يبقى ساين تربيع ناقص كوزين تربيع او زائد كوزين تربيع تديك ايه؟ واحد. ولما بتعمل كده بتبقى في اشاره سالب، بتبقى في اشاره سالب. لما بتفك هنا بتبقى ده سالب موجب سالب، تمام. ممكن تفك بالعمود او الصف، عايز تفكه زي ما انت متعود فكه زي ما انت متعود، هتطلع برضو القيمه دي بايه؟ بسالب واحد. بعد كده اجيب الدبليو واحد، دبليو واحد اشيل الصف الاولاني ده واحط مكانه صفر اف اوف اكس اصفار اف اوف اكس، بعد كده احط العمود الثاني والعمود الثالث زي ما هم. طب عشان افك المحدد ده انا هبدل صف مكان صفر عشان افكه بسالب موجب سالب برضو. لما ابدل صف مكان عمود ابدل ده هنا اطلع ده فوق وانزل ده تحت، انا بستخدم هنا خواص المحدد بس عشان اسهل على نفس الحل. انا عايز هنا يبقى في صفار تحت هنا علشان افكه بالرقم بتاع السيك اكس ده. لما اعمل ابدل صف مكان صف عمود مكان عمود في المحدد بضرب في اشاره ايه؟ نيجاتيف. يبقى هنا بقى لي سيك اكس صفر صفر، اقدر افك بالصف الاولاني ده او العمود الاولاني ده ان انا احط سالب موجب سالب، اشط الصف والعمود ده في ده ناقص ده في ده. لما تعمل كده تديك الايه؟ يعني دي بسالب واحد، سالب في سالب السيك اللي بره ديت تديك ايه؟ سيك اكس، تمام. يبقى عندي الحل بتاعي طلع سيك اكس اللي هو دبليو واحد. طب دبل اتنين اشيل الصف الاولاني، انزل الصف الاولاني زي ما هو، اشيل الصف التاني ده كله واحط مكانه صفار سيك اكس، صفار سيك اكس، وافك بالمحدد ده سالب موجب سالب، واشطب الصف العمود ده في ده ناقص ده في ده، فيديني سالب كوزين اكس في الايه؟ السيك اكس. سالب كوزين اكس في سيك اكس تطلع بكام؟ بسالب واحد. يبقى اذا دبليو واحد دبليو اتنين دبليو تلاته طلعته دبليو تلاته، بقى لي دبليو تلاته، دبليو تلاته اشيل العمود التالت ده احط مكانه صفار اف اوف اكس، يبقى واحد صفر صفر كوزين سالب ساين سالب كوزين صفر صفر سيك اوف اكس سيك اكس، يبقى اشطب الصف والعمود ده في ده ناقص ده في ده، تمام كده. وافك بالمحدد اللي هو بسالب واحد، يبقى سالب سالب سيك ساين سيك في ناقص ده في ده يبقى بصفر، يبقى اداني سالب ساين اكس على كوزين اكس، ساين اكس على كوزين اكس، تمام. بتفك موجب سالب موجب، فكه بالصف الاولاني ده العمود الاولاني. هنا لما فكينا موجب سالب موجب ادتني سالب ساين سالب سالب بسالب ساين ساين تربيع زائد كوزين تربيع، المفروض ده بواحد، المفروض ده الاشارة دي موجبة، الاشارة دي موجبة، المفروض ده بواحد، قيمة ده تطلع بواحد، تمام. هتلاقي ان انا قسمت عليها بواحد. تعالى نتأكد كده القيمة دي بواحد تحت، قسمنا على دبليو كلها بواحد، هي طلعت دي بسك عملناها، يبقى القيمة هنا بواحد. القيمة دي يا شباب بس هنا في الغلطة، هنا في غلطة هنا، القيمة دي بواحد، يعني بفك بموجب سالب موجب، فالإشارة دي موجب سالب موجب، فيديني ده في ده ناقص ده في ده، يديني هنا ايه؟ واحد، مش سالب واحد، قلنا حطينا سالب واحد.
يبقى دي موجب واحد. يبقى الحل بتاعك ان انت هتيجي تجمل دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3، تجمل دبليو 1 اللي هي تكامل السيك بلين 6 زائد 10، تكامل دبليو 2 دبليو 2 اللي هي بسالب 1 تديك سالب اكس، دبليو 3 تكامل الساين على كوزين سالب ساين على كوزين يديك الكوزين تفضلها بسالب ساين، يبقى يديك لين الكوزين لين كوزين. يبقى الحل بتاعك هو لين 6 زائد 10 في الواحد واكس في كوزين اكس ولين كوزين اكس في الساين اكس. ده الواي بارتيكل سوليوشن. يبقى الهوموجينيوس سوليوشن يساوي زائد البارتيكل سوليوشن يديني الايه؟ الجنرال سوليوشن. بيقول لي يوز الفاريشن اوف بارامتر برضه عشان تحل المساله دي. يوز 2 اكس على 1 زائد اكس لكل تربيع، يوز اكس لكل تربيع. طبعا دي برضه اف اوف اكس مش على الصور اللي انا حافظها، فانا هبدا اشتغل بالفاريشن اوف بارامتر. يبقى الواي دبل داش اجيب الهوموجينيوس سوليوشن الاول، اشيل الداشات احط ديهات، اشيل الديهات احط لندات، احل تطلع لندا 1 تساوي لندا 2 تساوي ايه؟ 1. يبقى الحل بتاعي سي 1 يوز اكس زائد سي 2 اكس يوز اكس. يبقى اذا واي 1 هي يوز اكس اللي هي القيمه دي، والاكس في يوز اكس هي واي 2. يبقى الحل بتاع البارتيكل سوليوشن هو يو 1 في اليو 6 ويو 2 في اكس يو 6. يبقى باقي لي اجيب يو 1 ويو 2، يبقى اليو 1 هي تكامل دبليو 1 على دبليو ودبليو 2 على دبليو. اروح اجيب الدبليو احط واي 1 واي 2 افضلها. واي 1 يبقى يو 6 وي واي 2 اكس يو 6. فاضل دي تديني يو 6، فاضل دي الاول في الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول. اكس يو 6 زائد يو 6. ده في ده ناقص ده في ده يديك الايه؟ لما تفكك تحل تشيل اللي يتحذف مع بعضه ويبقى لك اي اس 2 اكس. يبقى اذا الدبليو بي اس 2 اكس. بعد كده تجيب الدبليو 1، الدبليو 1 هتشيل العمود الاولاني ده وتحط صفر اف اوف اكس، الاف اوف اكس اللي هي اي اس 2 اكس على 1 زائد اي اس اكس لكل تربيع اللي هي دي. وتنزل الصف العمود الثاني ده زي ما هو اكس اي اس اكس، وهنا اكس اي اس اكس زائد اي اس اكس. ده في ده بصفر ناقص ده في ده يديك الاكس اي اس اكس، هتروح مع واحده من هنا يبقى اي اس 3 اكس. يوز 3 اكس هنا يبقى سالب اكس يوز 3 اكس على 1 زائد اي اس اكس لكل تربيع. طب دبليو 2، دبليو 2 اشيل العمود الثاني ده واحط هنا صفر اف اوف اكس اللي هي صفر يوز 2 اكس، صفر يوز 2 اكس على 1 زائد اي اس اكس لكل تربيع. ده ينضرب في يوز 6 يبقى يوز 3 اكس، ده بصفر يبقى خلاص على 1 زائد اي اس اكس لكل تربيع. يبقى دبليو 1 على دبليو، لما تقسم دبليو 1 على دبليو يبقى لك اي اس اكس فوق في البسط، يبقى لك يو 6 وهنا سالب اكس يو 6 على 1 زائد يو 6 لكل تربيع. هنا دي هتعملها بالتجزيء، هتاخد اليو هي سالب اكس والفي يو 6 في 1 زائد يو 6 لكل سالب 2، هتلاقي الداله دي تسهل تكاملها والداله دي هتفضلها. يبقى سالب اكس تديك سالب 1، بعد كده دي هتفضل تكملها، دي تفضل تديك سالب 1، دي تكمل تديك سالب 1 لان اللي بره تفضل اللي جوه، هزود الاس هتسمع الاس الجديد، يبقى سالب 1 على 1 زائد يو 6. اضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده يبقى سالب في سالب موجب، اداني اكس على 1 زائد يو سي اكس ناقص التكامل ده في ده. لما تيجي تجيب التكامل ده يبقى ده في ده يبقى سالب 1 في السالب بموجب يبقى 1 على 1 زائد يو سي اكس. حط اليو سي اكس بزد يبقى الاكس بتساوي لين زد، يبقى دي اكس 1 على زد دي زد. يبقى لما تعوض في الكلام ده يبقى 1 على زد دي زد اللي هو الدي اكس، عوض بقى في الكلام ده تكامل بالتعويض على 1 زائد زد، يبقى التكامل ده 1 على زد في 1 زائد زد، تعمل كسور جزئيه. بعد كده بعد ما تعمل كسور جزئيه هتجيب هتلاقي ان الاي بتاعتك بواحد والبي بسالب 1، الاي بواحد وسالب 1، يطلع ده لين لين الزد وده لين 1 زائد زد. الزد شيلها وحط قيمتها، الزد بايه؟ الزد كانت قيمتها بكام؟ زد بي او 6. يبقى بسط دي الاول، ده على ده، خد ده على ده الاول اللين، وحط زد بي او 6 يطلع لين اي او 6 زائد 1 على اي او 6. يبقى اذا ده هو اليو 1 اللي هو اكس على 1 زائد يو 6 لين اي او 6 زائد 1 على اي او 6. بعد كده هات اليو 2، اليو 2 دبليو 2 على دبليو، دبليو 2 على دبليو، فين الدبليو 2؟ دبليو 2 اهي والدبليو اهي، تقسم الاثنين على بعض يبقى لك اي او 6 فوق على 1 زائد اي او 6 لكل تربيع. اي او 6 على 1 زائد اهي ده راحت، يبقى لك اي او 6 على 1 زائد اي او 6 كل تربيع. دي هتطلع فوق يبقى البره ده فاضل اللي جوه، يبقى زود الاس 1 اسمع الاس الجديد ده سهله بقى، يبقى اليو 2 سالب 1 على 1 زائد اي او 6. تحط اليو 1، اليو 1 دي كلها في اليو 6 واليو 2 في الاكس يو 6، تشوف اللي هيروح مع بعضه وتبسط تطلع الوايت بارتيكل سوليوشن هو ده. يبقى اذا الجنرال سوليوشن هو الهوموجينيوس سوليوشن زائد البارتيكولار سوليوشن. بكده يبقى خلصنا جزء الفاريشن اوف بارامترز. يبقى الفاريشن اوف بارامترز تعالى نعيد اللي احنا قلناه تاني، طريقة سهلة جدا،
اول حاجه بتجيب الهوموجينيوس سوليوشن، بعد كده بتفرض الحل بتاع البارتيكولر سوليوشن على حسب الهوموجينيوس سوليوشن. اول حاجه بتجيب الهوموجينيوس سوليوشن، بعد كده بتفرض الثوابت بتاعتك هي يوهات، يو واحد ويو اتنين ويو تلاتة على حسب الداله اللي عندك. بعد كده عشان تجيب اليوهات دي هي تكامل الايه الدبليو او الرونسكي، محدد بتاع رونسكي، محدد بتاع رونسكي بتحط يو واحد يو اتنين يو تلاتة وهكذا، تطلع محدد ان في ان، يعني مربع يعني عدد الصفوف يساوي عدد العمود. بعد كده فاضل التفاضل الاول، افاضل التاني، تالت، رابع، وهكذا لحد اقف لحد فين ان ناقص واحد. يعني لو عندي ان بتساوي تلاتة يبقى فاضل مرتين، مرة أولى ومرة تانية. لو ان بتساوي اتنين يبقى فاضل مرة واحدة. تمام، المهم المحدد لازم يطلع يا اتنين في اتنين يا تلاتة في تلاتة. أكتر حاجة ممكن تلاقيها تلاتة في تلاتة، علشان أنت المحدد أربعة في أربعة عشان تفكه هتاخد وقت يعني. وطبعا بتكمل بعد ما بتفك، فالمسألة هتطول. فأكتر حاجة ممكن تشوفها هي 3 في 3. طب يبقى 3 في 3 يبقى هتفضل مرتين 2 بس. يبقى هتفضل مرة تحط واي 1 واي 2 واي 3، واي 1 واي 2 واي 3 داش، واي 1 واي 2 واي 3 دبل داش. تمام؟ يبقى دي أكتر حاجة هتشوفها. بعد كده تجيب اليو 1 يتكامل دبليو على دبليو. طب الدبليو بيساوي إيه؟ هتشيل العمود الأولاني ده وتحط مكانه أصفار اف اوف اكس في الآخر. طيب بعد كده تشيل العمود الثاني وتحط مكانه أصفار اف اوف اكس. العمود الثالث اصفار اف اوف اكس، ونجيب تكامل دبليو 1 على دبليو، دبليو 1 على دبليو دي كيو 1، دبليو 2 على دبليو دي كيو 2، دبليو 3 على دبليو دي كيو 3، وهكذا. يبقى ده الحل بتاع الفاريشن اوف بارامتر.